خلينا نقول برضو ان في استعدادات مكثفة لاستقبال ايام عيد الفطر المبارك في المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية اللي كانت محل اهتمام المواطنين اللي بيتسألوا هل هذه المجمعات مفتوحة خلال ايام العيد ولا لا، وهل المخزون متوفر فيها ولا لا. خلينا نتعرف على مزيد من التفاصيل مع الاستاذ علاء سالم العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة، وهي شركة تابعة لوزارة التموين. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا باشا. خلينا اهلا بحضرتك كل سنه وحضرتك طيب. خلينا نتعرف في البدايه يعني عن مدى توافر السلع الغذائيه في فتره عطله العيد، هل في فروع قافله؟ هل عندنا نقص في حاجات معينه ولا كله موجود خلال هذه الايام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للسلع وتوفرها، جميع السلع متوفره بكميات وفيره تكفي في المخازن الرئيسيه 3 شهور والمخازن الاستراتيجيه 6 شهور بجميع السلع. السكر متوفر، الزيت متوفر، الرز متوفر، جميع السلع الاساسيه متوفره. بالنسبه للشهر للعيد واجازه العيد، جميع الفروع فاتحه، ابتدينا صرف منظومه تموينيه من يوم 28، صرفنا حوالي 13% من منظومه شهر مايو، اساسا حوالي 160 مليون انصرفت. احنا طبعا بالنسبه للشركه المصريه اللي بتخدم جزء من القاهره والصعيد باكمله، بالنسبه للتموين اساسا الربط بتاعها حوالي 1,225,348,000 جنيه. اللي اتحقق فيها حاليا حوالي 160 مليون بنسبه 13% خلال اليومين، ده اساسا بيعتبر مخزون لاول الشهر اللي هو النهارده يبتدوا صرف فيه، بالاضافه اساسا للتجار اساسا واخد استعداد موجود عند الارصده، يعني التاجر اساسا عنده الارصده بالكامله اللي بتدي فيها الشهر، زائد المنافذ اساسا مخازن الجمله اساسا كلها مكدسه بالسلع، بالاضافه للوارد اليوم والضخ السلع سواء من المصانع او المخازن الاستراتيجيه. بالنسبه للمجمعات، المجمعات باكملها فاتحه اساسا، تفتح من الصبح الساعه 9 للساعه 12 بالليل باكملها بكامل طاقتها، متوفره بيها اللحوم والاسماك والسلع الاساسيه. طيب انا عايزه اتكلم مع حضرتك عن السلع الخاصه بعيد الفطر، يعني بنتكلم عن الكحك والرنجه والفسيخ والحاجات دي كلها، هل متوفره ولا واسعارها ايه؟ حضرتك اساسا الكحك متوفر بتراوح سعر من 70 ل 105 حسب النوعيه، واذا كان في حاجه من المكسرات او غير المكسرات. وبالنسبه للاسماك متوفره، والرنجه متوفره حوالي 34 جنيه سعر الكيلو، وجميعها متوفره في جميع المجمعات الاستهلاكيه. المجمعات الاستهلاكيه فاتحه اساسا، سواء بتصرف كمان اساسا بعضها بيصرف تموين اساسا وبيصرف نقاط خبز. زائد بالاضافه للسلع، الدواجن متوفره، اللحوم متوفره، جميع السلع، السكر، الزيت، البقاله كلها متوفره بجميع انواعها. طب خلينا نتكلم عن حصاد معارض اهلا رمضان، النجاح اللي حققته، هل ممكن نشوف المعارض دي ممتده طوال فتره العام؟ ممتده حضرتك، والمعارض السنه دي حققت اساسا مبيعات يعني اكتر من مثيلاتها في السنين السابقه بمراحل بثلاث اضعاف. يعني كان في جدا طبعا معالي الوزير امر ان الاسعار تتباع بسعر الجمله او سعر التكلفه، كانت اسعار مخفضه وكان عليها اقبال شديد من الجمهور. وما زالت اساسا الاقبال اساسا متكدس على المعارض والفروع، المجمعات الاستهلاكيه. احنا بالاضافه ان احنا عندنا كشركه مصريه الفروع بتاعتنا اساسا عامله برضو معارض وشوادر داخلها، ومستمر البيع فيها برضو بالاسعار اللي هي مخفضه حوالي من 20 ل 30%. زائد بقول لحضرتك ان في بعض السلع بتتباع بسعر التكلفه ارضاء لطلبات المستهلك. طب هل في حملات يعني او ضوابط على الانشطه التموينيه والانشطه التجاريه عشان نتاكد طبعا من الالتزام بكافه الضوابط الخاصه بالبيع يا فندم؟ طبعا حضرتك، التموين وبحث التموين والصحه وجميع الفروع بتاعتنا مفتوحه لجميع الجهات الرقابيه، بتدخل تاخد عينات وتراقب الاسعار وتراقب كل شيء في الفروع بتاعتنا والمخازن. كل الشكر ليك الاستاذ علاء سالم العضو المنتدب للشركه المصريه لتجاره الجمله التابعه لوزاره التموين على هذه المداخله القيمه.